في أعماق صحراء اليمن لا تزال قرناو مدينة تكتنز التاريخ والحضارة والثقافة ل3000 سنة قبل الميلاد. سطع نجمها وشاعت أخبارها وروت قصصها وتفاصيلها كتب ودراسات المستشرقين والرحالة. تقع مدينة قرناو في منتصف منطقة الشراع الصحراوية التي تمتد بين 4 دول خليجية في صحراء الربع الخالي، وتعتبر مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، أقرب مدينة يمنية لها من جهة الشرق على مسافة 140 كيلومتر. مهرجان قرناو يتطلع بشغف لاستكشاف جمال صحراء الفاتن وكنوزها المطمورة في الرمال وتفاصيل تاريخها المليء بالقصص والحكايات الأسطورية عن عظمة الحضارة اليمنية. على مشارف صحراء الربع الخال انطلقت فعاليات مهرجان قرناو في تجمع بدا شبه ما يكون بماراثون سباق آلات التحدي الصحراوي. الرحلة عبر الصحراء إلى قرناو كانت مريحة وجلبت البهجة والمتعة، وهو شعور جميل أحس به الضيوف رغم قيد الصحراء وصعوبة السير في الكثبان الرملية للصحراء. غروب الشمس كان آية من جمال الصحراء، رسم عروسا فاتنة على تقاسم رمال قرناو الذهبية. ما إن حطت قافلة المهرجان رحالها في قرناو كان ضيوف على موعد استقبال حافل ومثير للانتباه من قبل جموع غفيرة من قبائل البادية الذين تجمعوا من كل أرجاء الصحراء في محافظة الجوف اليمنية ليقدموا التحايا وكرم الضيافة العربية الأصيلة بطريقتهم الخاصة. كرم الاستقبال وحسن الضيافة أضاف لمسة جمالية لبيئة الصحراء ودفئها الأكثر جاذبية. مساء قرناو كان ساحرا ومبهجا بالنسبة للضيوف ورجال الصحراء. استراح الضيوف واحتسوا القهوة العربية قبل تناول وجبة العشاء مستأنسين بضوء النار التقليدي في جو يعكس الحياة البدوية البسيطة وطيبتها العربية الأصيلة. ووسط تلك المظاهر البسيطة كان التعارف بطبيعة الحال سيد الموقف بين القبيلة وضيوفها الأعزاء. المونولوج المنبعث من أعماق حناجر قبائل الصحراء يعبر عن خصوبة الذاكرة البدوية بالشعر والحكايات والأساطير الشعبية. احتلت قرناو في ماضيها العريق موقعا استراتيجيا هاما على خارطة الطريق القديم لتجارة اللبان والحرير، وكانت حاضرة دولة معين وعاصمة مملكتهم العظيمة. اشتهر أبناؤها بملوك تجارة الطيوب والسلع النادرة التي كانت رائجة بين حضارات العالم القديم، واستطاعت منذ زمن بعيد أن تلعب دورا رياديا في التواصل بين أبناء الجزيرة العربية وتكون محطة ثقافية وحضارية بين اليمن والعالم الخارجي. طبعا من الجميل أن الشخص يقضي شيء من وقته خارج المدن، يتمتع بالصحراء، يتمتع يرى النجوم والقمر، وكان بالنسبة لنا متعة جميلة جدا يعني أن نشارك وأن نحضر في محافظة الجوف هذا العام. ف
مهرجان قرنوة الثاني فرصة لفتح ومعرفة أشياء جديدة في منطقة الجوف، وأيضا كانت لنا الفرصة أن نتعرف على رجال القبائل، والذي فتح لنا مجالا لرؤية مناطق كثيرة في اليمن حيث كانت تعتبر هذه المناطق مغلقة لا نستطيع القدوم إليها بسبب الإشاعات الأمنية، ولكن ما شاهدناه شيء ممتع جدا. نشارك لأول مرة في مهرجان من هذا النوع بيعكس التراث اليمني في قلب الصحراء، وبالنسبة لنا فرصة للاطلاع على التقاليد، وكما علمت أن هذا الموقع كان عاصمة لحضارة من الحضارات اليمنية العظيمة، فبالنسبة لنا فرصة طيبة نقف على الطبيعة على موطن من مواطن الحضارات وعلى تراث الشعب اليمني، وإحنا قطعنا مسافة طويلة في عمق الصحراء ولقينا تنظيم وترتيب جيد ومميز. في يوم جديد من أيام قرناو الحالمة تحولت الصحراء إلى حلبة تحد ومنافسة في رياضة سباق السيارات على طول صحراء قرناو، وكان أبطالها على الأغلب سائقين اعتادوا على التعامل مع كثبان الرمال. السباق عول عليه الكثير من المتنافسين وجمهور المشجعين بأنه مغامرة بحد ذاته في بدايته، لكنه ظهر على عكس التوقعات واستمتع الجميع بمشهد المنافسة بين أرقى السيارات العالمية. سباق السيارات في الصحراء كان فرصة لضيوف قرناو لمشاهدة شروق وغروب الشمس في الصحراء، للتعرف على جمال الصحراء من عدة أوجه. منظر الصحراء كان لوحة مدهشة، التراكيب اللونية لكثبان الرمال كانت مصممة برسومات جميلة متفاوتة في الشكل والحجم والارتفاع والتموجات والسكون، كلما تغير الوقت والزمن وقد أضافت شيئا من الجمال للصحراء. تتميز صحراء قرناو العريقة بمقومات سياحية فريدة وبموروث حضاري وتراثي كبير، ناهيك عن الطبيعة الخلابة للجبال والأودية والصحراء المميزة برمالها الذهبية ومعالمها الأثرية المطمورة تحت رمال الصحراء، والتي قدرها باحث آثار بأنها تصل إلى 41 مدينة قديمة تحت الرمال، لعل أهمها وأبرزها قرناو عاصمة مملكة معين. مهرجان قرناو يذكرنا بحضارة قديمة كانت موجودة على هذه الأرض منذ آلاف السنين، وهي الحضارة اليمنية القديمة، ومهرجان قرناو بلا شك يعبر عن هذه الحضارة وعن التنوع الذي تزخر به اليمن في هذا المجال. سيارات تويوتا العالمية اليابانية سطرت رقما قياسيا في صحراء اليمن في المنافسة، وأثبتت ملائمتها لطبيعة الصحراء وتمكنت من اجتياز كثبان الرمال، فكانت الأحسن والأفضل والأسرع والأقوى في ميدان حلبة السباق بلا منافس. قرناو في أيامها الحلوة والجميلة تحت خيام البادية ساد التعارف بين القبيلة والضيوف، وبدت نغمة الابتسامة مصدر سعادة لا تفارق محبي قرناو.
التأمل في تشكيلات الصحراء وخضورها الملونة المطرزة ومظاهر حياتها البسيطة تعيد الإنسان إلى طقوس فات عليها زمن في البوادي العربية وقصص من ألف ليلة وليلة بلا نهاية. ودكتوره مدور المودعين وانت قمر فيصل مسدق في السماء ليالي قرناو شهدت سمرا على ضوء النجوم قدمت فيها لوحات فنية مزدوجة من طقوس البادية العربية الأصيلة في اليمن وشهدت حضورا مميزا من شخصيات دبلوماسية عربية وصديقة من دول أوروبية ومشاركة مجموعة من الزوار والسياح الذين أمضوا أوقاتا رائعة ومشوقة على بساط رمال الصحراء الدافئة بين مظاهر تلك الطقوس البدوية الرائعة ممزوجة بنكهات القهوة العربية والكرم الحاتمي الأصيل لأبناء البادية. تعرف ضيوف قرناو على كثير من القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد لمواطني هذه المنطقة واستمتعوا بتذوق شرب القهوة العربية الأصيلة التي كان لها مذاقها الخاص إلى جانب الاستماع إلى السجالات الشعرية بين مشائخ المنطقة والسمار على ضوء النار. حالي حل بحبك الحين يا حب الناس تحبيت انا يا حب التفاح يا زهرة ورود يا عيني ونومي في الحياة وانت مرض قلبي ودكتورة مدول الموجعين وانت قمر فيصل مسدق في السماء الفنادق السياحية المنتجعات حول الأماكن الماء أسلفنا المياه المعدنية هذه الموجودة أكثر من منطقة فيها ثلاث مناطق يمكن عندنا وأخواننا الأشراف اللي جنبنا هناك الناس مستعدين يستقبلوا
مستعدين يفتحوا صدورهم ويفتحوا أماكنهم. يذكر أحد المستشرقين الغربيين في كتاباته التاريخية عن الجزيرة العربية ويدعى هملر أن مملكة معين امتدت أراضيها من مدن الجزيرة العربية والخليج إلى مدن شواطئ البحر المتوسط، وأن مدينة قرناو في اليمن ونظيرتها حوران في الشام كانتا من أهم المحطات الرئيسية للمعينيين. قرناو مدينة القلاع العتيدة والحصون الشامخة أعادت اليوم شيئا من ذاكرة ماضيها العريق، وحظيت باهتمام زوارها ومحبيها الذين جاءوا من كل دول العالم للمشاركة في فعاليات قافلة مهرجان قرناو للسياحة والتراث. أنا معجبة ومنبهرة بهذا المهرجان البهيج وإقبال الناس وترحيبهم بالأجانب، وقد كنت أتوقع ذلك، وبالفعل رأيت الناس وقد أتوا مرحبين بنا، فهم معروفين بالكرم وبحسن الضيافة في بادية اليمن. المهرجان أكرم السياحة الصحراوية لتوفيره فعاليات تتناسب مع الصحراء، سباقات متنوعة، خيول عربية أصيلة، سباقات الهجن، أنشطة أدخلت السرور إلى قلوب أبناء قرناو، وكانت الصحراء بالنسبة لهم فضاء رحبا وجديدا. الصحراء بدورها كانت مبتهجة وسعيدة بزوارها مع كل مشهد جديد لم تعتده، يظهر ذلك من خلال لوحاتها المرسومة في السطح المتشابكة في خطوط وألوان بجانب مناظرها المدهشة. التكنولوجيا الحديثة لم تغير بالطبع جوانب من حياة الصحراء في قرناو، حيث يحل الكرم الحاتمي والتقاليد العربية الأصيلة وفن البادية على مختلف تنويعاته. أهالي المنطقة على حفاوة كرمهم، لأنه كما قال تعالى بلدة طيبة ورب غفور، فهم كريمين في أخلاقهم، وما عهدنا في أخواننا اليمنيين بهذا الكرم والجود وطيب الخلق. دخلنا في بعض القرى وما وجدنا إلا الكرم والترحاب من الأهل في اليمن، وأنا أصور هذه المنطقة بها مستقبل زاهر لتطوير هذا النوع من السياحة، فقط نحتاج لبعض البنيات والترويج. الأخ العزيز محافظ الجوف،
الأخ الوكيل، الإخوة مشايخ وأعيان محافظة الجوف، الحاضرون جميعا، يسعدني أن أكون اليوم معكم في مهرجان السياحة والتراث الثاني، مهرجان كرناو، الذي يؤصل الحضارة والتراث في أرض اليمن، أرض المحبة والسلام. تمنياتي من وزارة السياحة أن يكون هذا المهرجان امتداد للمهرجانات القادمة إن شاء الله، تترسخ فيها سياحة البادية والصحراء بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهي دعوة للإخوة أبناء محافظة الجوف على القيام بأداء دورهم التنموي في المجال السياحي، كونها محافظة تسخر بالعديد من المقومات السياحية، سواء كانت سياحة البادية والصحراء أو السياحات العلاجية في الحمامات المعدنية أو السياحة التاريخية الثقافية، كونها لديها من المواقع الأثرية الشيء الغني والكثير. الشكر الجزيل موصول لكل من أسهم في إنجاح مثل هذا المهرجان المميز، وشكرا جزيلا للإخوة السفراء الذين رافقونا في هذه الرحلة السياحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا في الصحراء كانت قصيرة لكنها لن تنسى، لذا معظم ضيوف قرناو فكروا بجولة أخرى ليتسنى لهم التعرف على طبيعة الصحراء الهادئة وحياة الناس البسيطة. قصة قرناو لم تنتهي، وهي دائما على موعد جديد مع مهرجان سياحي وتراثي.